كنشهدوا التنظيم ديال المباراه النهائيه لكره القدم الشاطئيه المنظمه في الجديده اللي هو اول دوري منظم من طرف اكت فور كوميونيتي سبور تابع للمكتب الشريف الفوسفات. هذا الدوري اللي تبارو فيه اكثر من 111 الفئه 13 عام 15 عام والكبار. الحمد لله يعني كنلاحظوا بان الدوري كان ناجح بكل المقاييس لان الحمد لله لقينا واحد الاقبال كبير ديال الجماهير، وثانيا بان واحد المستوى عالي للوليدات ديال جديده والنواحي اللي اون فوا كتعطيهم يعني الفرصه انهم يلعبوا في واحد الجو اللي هو الحمد لله بروفيسيونيل ومنظم كيعطيو ما احسن ما عندهم. وكتشوفوا اليوم المباراه يعني فرق بمستوى عالي جدا، واللي ان شاء الله هاد لي طانو وهاد المواهب اللي عندنا غادي يكونوا ان شاء الله متابعين من طرف اولمبيك الكلوب الجديده باش يزيدوا يطوروا المواهب ديالهم وكذا المؤطرين اللي كانوا معاهم باش ان شاء الله يكونوا في المستقبل لملف فرق عالميه ان شاء الله ومستوى يعني احترافي. استطعنا الفوز على فريق شباب جديدي. بالنسبه للماتش كانت مقابله يعني صعيبه، كانت صعيبه، حاولنا اننا نتجاوزوا في بروميير ميطون عفوا التاكتيك ديال الخصم. بالنسبه للتنظيم، صراحه هذا العام في اول حله لها يعني كانت تبارك الله كانت مزيانه، لا من اللجنه التنظيميه لا من الناس المسؤولين، وكل شيء الحمد لله تم على ما يرام. والحمد لله نتمنى تستمر كل عام ان شاء الله تكون حلة جديدة وجديدة اكثر ان شاء الله.